امثله على الشركه الاكبر نسال الله العافيه والسلامه. ابنثات ناي عبيت الشرك تاي مالتي. اي عباده تصرف لغير الله فهذا شرك اكبر. زخونا يكون املخو نرب زي كون نخالق التحلال فنان هو بخلو زنتا يبهال عبي شرك يبهال. يصلي لغير الله. نخالق نرب قدي في نخالق سجل تداخوينو. يسجد لغير الله. بجنبارو دما نمريت زود نخالق سب تداخوينو زون شركي يبهال. يطوف حول القبور. أب كبر أنت ذا زور كوينو يذبح لهم نتوم زموت سبات زحر أنت ذا يدعوهم نعوم زلمن أنت ذا أخوي يخاف من أصحاب القبور أو من الجن كخوفي من الله لك عن رب خمس فرح عينت نتوم موتان يخونو نتوم أجنان زفرح أنت ذا أخوينو العبادة حق لله سلزي عبادة أملخو خنبل كلنا نحادة الله ترى يزقبائي من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر شركا أكبر سلزي زين نرب زقبائي أن الله زقبائي خوينا نخالق فطور زخونا يخون نفطور انتدى زهب كوينو إذا سبزي عبي شركي عبي كفر ساري حلو مالتي والله أعلم.